من فاتته صلاة العصر أو المغرب ثم دخل المسجد فما حكم الصلاة معه على اعتبار أنها نافلة لي؟ نعم، لا بأس. إذا كان يصلي وحده فإنك تصلي معه من أجل يكونون جماعة بدل أنه يصلي منفردا، وتكون لك نافلة وله فريضة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل والناس قد صلوا قال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟